السلام عليكم مشاهدات ومشاهدي القناة الثانية مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص والمباشر والذي نخصصه لتحليل مضامين الخطاب الذي وجهه جلالة الملك قبل قليل في ذكرى عيد العرش أطرته مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية تعديل مدونة الأسرة والنهوض بوضعية المرأة المغربية ورش الحماية الاجتماعية وأهمية السجل الاجتماعي الموحد الاستثمار والفرص الممكن الاقتصادي الوطني والعلاقات مع الجاري الجزائر. يسعدني ان ارحب بضيفي الكريمين هذا اللقاء الاستاذ عبد العزيز قراقي استاذ العلوم السياسيه نائب عميد كليه العلوم القانونيه الاقتصادية والاجتماعيه السياسي بالرباط مرحبا بك. اهلا وسهلا وشكرا على الدعوه الكريمه. شكرا على قبولها. استاذ حميد الجماهيري المحلل السياسي للقناه مرحبا بك. اهلا وسهلا شكرا. شكرا لكما. قبل ما نفصلوا في هذه المحاور الاربعه التي وردت في الخطاب الملكي بدايه واش ما عندكمش انطباع بان هناك في عموم الخطاب الملكي الاقرار بصعوبه يعني الظرفيه سواء الوطنيه ولا الدوليه ولكن كذلك مع الاشاده بتضحيات يعني المغاربه وشكرهم بشكل خاص والانفراج و.. و.. والتطلع ربما نحو افاق المستقبل من اول يعني كلمه الى الايه الكريمه التي ختم بها جلاله الملك خطابه انما العسر يسرا سي القرق. ما هو اساسي هو انه هناك انطباع حقيقي يعبر عن الاحترام والحب المتبادل الذي يجمع دائما او جمع دائما جلاله الملك بالشعب المغربي وهذا اساسي ويعبر ايضا عن نوع من الصراحه المتبادله بين الطرفين، صحيح ان هناك صعوبات كثيره يعيشها المغرب وعاش المغرب بعد الانفراج الذي شهدته سنه 2021 والذي حقق فيه المغرب على مستويات متعدده نتائج ايجابيه ولكن هذه الصعوبات بطبيعة الحال التي جعلت الكثير من المغاربة أو المغاربة قاطبة يتحملون هذه الصعوبة بصبر وتأني ويمكن أن نقول بأن الخطابة هو تحية لجميع المغاربة على صبرهم وعلى تحملهم وعلى تفهمهم لهذه الوضعيه العالميه التي يمر من يمر منها المغرب كسائر دول العالم، انه خطاب يمكن ان نقول بانه يجسد الى حد بعيد هذه العلاقه المتبادله التي اكد عليها جلاله الملك منذ اعتلائه على العرش والتي تربطه بالشعب المغربي والتي يمكن ان نقول بانها يسود فيها الاحترام ويسود فيها الصدق بصفه عامه. نعم سي اولا خطاب جلاله الملك بدا بالاشاره للتزامن بين احتفالات عيد العرش والسنة الهجرية وهي مناسبة لكي نتمنى لبلدنا الأمن والأمان ونتمنى لملكنا الصحة والعافية وطول العمر ونتمنى للمغاربة ظروفا أفضل وظروفا وسنة سعيدة للجميع ثانيا هذا ثالث خطاب عرش يتم في ظرف الأزمة التي أشرت إليها 2020-2021 كانت كوفيدية المخيمة والآن كاين الأزمة الدولية لكن الثابت في خلال كل الخطابات ولا الظروف ولا السلوك الملكي في هذه الازمات هو تحويل المعضله وتحويل الازمه الى فرصه عوض الاستسلام لها او الارتكان لها هناك يعني البحث على كل مقومات ديال الصمود كل مقومات الاقلاع وربما نقول بانه واحد الثوره ديال الاصلاح مستمر للدارت في هذه الثلاث سنوات ربما سرعت من وتيره التاريخ، وكان هناك تحريض على المق.. وهذه الفكره آه لم يكتفي جلاله الملك بالتركيز فيها فيما يتعلق بالوضع الداخلي، نذكر انه جميع ال... ال... اما القمم الافريقيه والاوروبيه واما القمم التي احتضنتها لا الرباط ديال المستثمرين ولا مراكش، <applause> يعني اعلان مراكش كان دائما بان هناك معضله وهناك ظروف صعبه لكن يجب ان نحولها فرص. الى فرص والى يعني محفز للتقدم ايضا انا اشاطر الاستاذ القراقي فيما يتعلق بلغه التخاطب مع المراه ريادة الملك صحيح يحث على الامل يحث على العمل يحث لكنه ايضا يعطي النموذج في الطريقه التي يتحدث بها قائد الى شعبه في الظروف الصعبه والاحترام والتي تجعل بانه بالفعل يجب ان يكون هناك سياسيون ومسؤولون ان يقودوا الملك اسوه فيما يتعلق بالخطاب وبضروره المصارحه بضروره التقدير بضرورة الاحترام التي تجعل بأن هناك من يرفع ويسمح بخلق ما أسمي عادة واحد النظام عاطفي جديد النوفو ريجيم لكل مرة يغتني يغتني بالصراحه، يغتني بالاطلاع على سلوك الملك، على لغته، على الخطوات التي يقوم بها، اي على كل ما يشعرهم بالفعل بان هناك الحكمه ولكن هناك ايضا تضامن نعم. والخيرات. نعم. نعم، في تفصيل مضامين. ربما الموضوع الاول الذي استهتر. يعني تقريبا نصف مدة الخطاب هو وضعية المرأة المغربية كان هناك يعني حرص على الإشارة إلى بناء المغرب الكرامة لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء النقاش الذي كان خلال السنوات الأخيرة هو أنه مدونة الأسرة التي كانت مكسبا مهما عند تبنيها قبل قبل عشر سنة ثبت بالملموس وبالتجربة بعد أوجه القصور وبعد أوجه يعني الخلل في تطبيقها وبالتالي الآن ضرورة الملحة لإعادة النظر فيها سواء بتطبيقها بشكل سوي وسليم أو لتعديل بعد بنودها اللي بينت تجربة بأن فيها مشكل ما لا شك فيه انه مدونه الاسره بالنسبه لبلادنا شكلت منعطفا حقوقيا اساسيا فيه اولا الاعتراف بحقوق المراه وفق ما تنص عليه الاتفاق الدولي الاتفاقيه الدوليه خاصه اتفاقيه الصداو التي انضم اليها المغرب وتؤكد ايضا على رفع هذا الحيف الذي كانت تعاني منه المراه بشكل اساسي ولكن المملكة أرادت أن تجعل من مدونة الأسرة قاطرة للقوانين بمعنى أن كل القوانين التي تأتي بعدها كلها يجب ان تحترم فلسفه مدونه الاسره التي بطبيعه الحال هي ليست مدونه كما ورد في الخطاب موجهه للمراه بذاتها ولكن هي مدونه كانت تروم بطبيعه الحال خلق اسره تقوم على التضامن وعلى التكافل وعلى روح القيم المغربيه والاسلاميه بصفه عامه ومن جهه اخرى كانت تلح مدونه الاسره على اساس ان عهد القوانين التي تروم التمييز بين المراه والرجل قد ولى. ولكن الممارسه الممارسه اكدت على اساس ان هناك الكثير من الامور التي اصطدمت بها مدونه الاسره، وعوض ان نجعل منها في الكثير من الاحيان مناره حقوقيه اساسيه تبني المساواه على التراحم والتلاحم، تبين في الكثير من الممارسات على اساس ان التي كانت تؤدي يعني نصيبا من هذه الحقوق هي المراه بصفه عامه، وبالتالي الخطاب اليوم يؤكد على أساس أن هناك بعض الأمور التي لا بد من إعادة النظر فيها يمكن أن نتحدث على البعض منها ولكن هناك الكثير من الأمور أثبتت الممارسة أقول ليس النص لأن النص القانوني عادة الذي يعطيه قيمته الحقيقية ويعطيه معناه الحقيقي هو الممارسة اليد التي تمارسه الأشخاص الذين يحتكمون إليه ومن ثم لا بد من مراعاة بعض الاختلالات التي أكدتها الممارسة لحد الآن يجب أن نقول بأنه نحن لم نستطع أن نضع حد لتزويج القصيرة لحد الآن ويجب أن نعترف بهذا لحد الآن لازلنا مثلا فيما يتعلق بالمرأة إذا أرادت إذا طلبت الطلاق هي تحرم من الكثير من الحقوق الأساسية إلى غير ذلك وكل هذه الأمور لم ترد يجب أن نقول بأن لم ترد في نصوص المدونة ولكن الممارسة انحرفت ممارسة. بها على مستويات متعددة وأقول بأنه ما ورد في الخطاب وهذا الحالي لجلالة الملك وهو أنه لا بد أن نراعي ما ورد في الدستور من حقوق لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل وهناك الكثير من الاختلالات التي تمس حقوق المرأة يجب أن نعترف بهذا ليس فقط ممارسة مدونة الاسره ولكن منظومتنا القانونيه لابد من م. ان يعاد الكثير من النظر فيها خاصه فيما يتعلق بحقوق م. المراه اشار الاستاذ قراقي السيد لقضيه المستجد بعد تبني المدونه اللي هو دستور 2011 الذي كرس مجموعه الاختيارات في المناصفه في المساواه وغيرها وبالتالي ضروره ان هذا النص مدونه الاسره ان تتلائم مع المقتضيات الدستوريه الجديده لان المدونه يعني تم تبنيها في ظل دستور 96 اولا إن... بطبيعه الحال واضح ان المرتكزات كانت الدستور والمدونه واضح ايضا ان هناك في الخطاب الملكي توجه نحو اعاده تعريف المدونه او تصحيح تعريفها باعاده التاكيد على انها ليست لا مدونه للرجل ولا مدونه للمراه ولكن هي مدونه للاسره وهذه التسميه بحد ذاتها كانت محوريه وشكلت واحد التقدم كبير من المقارنه التسمية السابقه ثانيا وهذا هو الاساسي ان وضع هذا التحول قبل ان نتحدث عن تفاصيله تحت مظله اماره المؤمنين أي بتوابتها الموجودة لكن بدون السماح أن تكون هناك عقليات تسير نحو يعني تقليص من حدود هذه المدمنة في تطوير الوضعية الخطاب أيضا أشار إلى معيقات سوسيولوجية ولي أحيانا تكون باسم التقاليد أحيانا بنوع من يعني من التشريع الفقهي غريب أحيانا حتى على المجتمع أحيانا الفقر أحيانا قد يكون انقطاع مدرسة إلى آخره، التي تبرر مجموعة من السلوكات ومنها الزواج القاصر. وحينما أشار الخطاب إلى أيضا مسؤولية بعض القضاة فيما يتعلق بتط يعني تطبيق هذه المدونة، فهو بالأساس وأعتقد وأخمن أن الأمر يتعلق بالزوج القاصرات والبنود 20، 21، 22 المتعلقة بعض الاستثناءات يعني التي كانت وردت في التعدد فأصبحت يعني هي القاعدة القاعدة إلى آخره، هذا معنى أنه هناك إعادة نظر عميقة فيما يتعلق المدونه ويجب القول ايضا انه انصاف لواحد الديناميكيه كبيره في داخل المجتمع تقودها نصف المجتمع تقودها حركات نسائيه ولكن ايضا كان هناك مجموعه من التقارير منها تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان ومنها تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي الذي وقف على مجموعه من الاختلال فيما يتعلق بهذا الجانب الدستور يعني يقعد ويحاول ان يرسم الى تطور المغرب من اجل المناصفه لكن او السير نحو المناصفه لكن ما نلاحظه انه مثلا حتى في التطور اكبر مثلا الطبقه السياسيه اللي المفروض ان تكون هناك تقدم واسع وملموس في هذا الجانب، البرلمان اليوم تقريبا 26 اعتقد في المئه من من النساء وان كان في الترشيحات كان هناك الثلث قد تم احترامه، لكن ايضا فيما يتعلق بالقرار السياسي، ايضا فيما يتعلق بالقرار الاقتصادي، ايضا فيما يتعلق بالاستفاده ديال جزء من من النساء في السلاليات وبعض العراقيل التي توضع في وجه النساء، الامر لا يتعلق فقط بمطلب بين اذا بغينا نقولوا شبه برجوازي او برجواز صغير. ثبت اليوم انه اذا لم يكن حتى من المعطيات اللي اعطت مندوبية ديال الاحصاء، وحتى من المعطيات اللي اعطت الامم المتحده، انه اذا لم يكن هناك تقدم بالفعل في هذه الجبهه المتعلقه بالمراه، لن تكون هناك لا حدث، لان عتبه الحدث هي قضيه المراه، ولن يكون هناك تعويل الدول على تنميه بشريه ولا على قرار منصف وعلى اتساع المعلومات الى اذا هناك واحد الحاجه اليوم يقر بها الواقع ويبدو ان الممارسه اصبحت احيانا اقل من النص واقل من من الدستور فيريد جلاله الملك ان يثور من ثورة هذا هذا المعطيات ويفتح من جديد فصل ثاني في ثوره المدونه كانت هناك إشارة أخرى بالإضافة للمدونة تعميم محاكم الأسرة في جميع المناطق ولكن نقطة سيد الرقي دعوة لتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بالمرأة تشتغلت في يعني في المجهود النقاش اللي كان حول يعني الهيئة المكلفة يعني بمكافحة كافة أشكال التمييز المرأة والمناصفة ولكن يبدو أن الفاعل السياسي والتشريعي لا زال يعني ربما في الزمن ديالو ديال في هذا الورش هذا باقي شوية ديال البطء أكيد بأنه هيئة المناصفة اليوم ويحز في النفس هذا ليس بالنسبة لي شخصياً ولكن بالنسبه لكل الحقوقيات والحقوقيين في المغرب ان لا تخرج هذه الهيئه الى حيز الوجود، لماذا؟ لان هذه الهيئه من شانها ان تعيد النظر او على الاقل ان تقوم بتشخيص حقيقي للنصوص القانونيه المغربيه التي يمكن ان نقول بانها يسري بها العمل منذ 1913 الى الان فيما يتعلق بالمساواه وفيما يتعلق بحقوق المراه. ويبدو لي بانه طالما ان هذه الهيئه لم تخرج الى حيز الوجود فان هناك الكثير من الحقوق الخاصه بالمراه وفي بعض الاحيان حتى بالرجل ستبقى موجوده ومن ثم ستبقى مسألة التمييز حاضرة عندنا إزاء هذه الفئات التي يمكن أن نقول أنها تشكل اليوم أكثر من نصف المجتمع وتبقى هذه الاختلالات حاضرة ومن ثم ربما المبادرة الآن يجب أن تنصب على إخراج هذه الهيئة لحيز الوجود لأنها ستقدم أدوارا كبيرة مثل ما سائر المؤسسات الوطنية ويبدو أن ما يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان عندما ستخرج هذه الهيئة على الأقل ستعزز التواجد الحقوقي في المغرب على مستوى مسألة المناصفة بمعنى أنها ستفحص كل النصوص القانونية على هذا المستوى ولكن أيضا ستجنبنا كل ما يتعلق بالتمييز ليس فقط إزاء المرأة ولكن إزاء كافة, يعني كافة فئات المجتمع إنها أمر ضروري وإنها أمر حيوي لا بد منه من أجل استكمال المسار الحقوقي لدستورنا نعم. الملف الثاني الذي ورد في الخطاب الملكي بعد الحديث عن الوضعيه الصعبه التي طبعت يعني كوفيد ومجموعه ديال الاجراءات التي اتخذها المغرب في تدبير لهذا لهذا الجائحه والتي يعني كانت مطار اشاده وطنيه ودوليه توقف عند بدء تنزيل المشروع الكبير للحمايه الاجتماعيه واصلاح المنظومه الصحيه نظام تامين الاجباري على المرض وصلنا الى حدود يعني اكثر من سته ملايين شخص الى حدود الان هدف 7 ملايين طفل مع نهايه السنوات هذا 3 ملايين اسره بدون اطفال في سن التمدرس ولكن الخطاب الملكي ربط نجاح هذا الورش كله بالاسراع باخراج السجل الاجتماعي الموحد الى حيز الوجود ربما قد نقول انه سجل نوع من البطء على انجاز هذا السجل لاننا دابا جلاله الملك في عده خطابات الان ربما ليس لنا خيار اخر سوى الاسراع به خصوصا لانجاح هذا الورش الكبير أه نتفق انه في 2019 كان جلاله الملك اعطى يعني دعا الى أه وذكر لاول مره السجل الاجتماعي واسهب في الموضوع و قال انه من بين الاشياء بانه هذه مساله استراتيجيه وورش استراتيجي للنجاح في الحماية الاجتماعية لأن السجل الاجتماعي في جوهره هو أنه يدقق الفئات المستهدفة بهذه الحماية الاجتماعية وبالتالي أنه يمكن أن تشرع الحماية الاجتماعية بدون وضوح الخارطة البشرية أو الموارد البشرية التي ستستفيد من هذه الحماية الاجتماعية وبالتالي أصبح من الضروري أن يكون هذا الحصر ديال يعني الساكنة المغربية التي يجب أن تستفيد من هذا السجل الاجتماعي وايضا لتحريره من اي محاوله تسويغ او استغلال سياسي او يعني انتخابوي الى اخره وخلف الفتره فتره انتخابات واكثر من هذا انه السجل الاجتماعي هو يتجاوز الولايات الحكوميه ويتجاوز القطاعات بل انه يستوجب بالفعل واحد المشروع مشروع, مشروع ديال الدوله بما انها هي اليوم تريد تعريف نفسها على اساس انها دوله اجتماعيه وتقوم على تعميم الحمايه الاجتماعيه الحمايه الاجتماعيه واحد المشروع كبير 51 مليار الدر... يعني الدرهم سنويا تحمل فيه الدوله القسط الكبير يجب ان يذهب اذا الى الذين يجب ان يستفيد يستفيدون منه اليوم هناك يعني ايضا تسريع وتيره ديال تنزيل الدوله الاجتماعيه بكل يعني مكوناتها على اساس انه اليوم الفتره اكثر من الحاحيه من 2019 لانه هذه الفئات الهشه والبعض يعطيها بين 7 مليون حتى 10 مليون في المغرب الى شفنا الاحصائيات ديال كوفيد آه اليوم هي تعاني وتتحمل آه ازمتين دوليتين كبرين هي كوفيد ثم اليوم الانعكاسات ديال الحرب لا على المعيش لا على الغداء لا على الماء لا على الطاقه على كل المستويات وبالتالي ان اصبح من الضروري ان المقومات انه كما يقول اهل المنطق السياق يخلق المعنى اعاده جلاله الملك انه الربط ما بين الحمايه الاجتماعيه كذا فهو بحال كيربط كي ما بين يعني الاصل وما بين الهدف اللي غادي يمشي ليه اي حتى لا يعاني مشروع الحمايه الاجتماعيه من نقص في الاستهداف نعتقد هذا هو اللي وربما السيد بالاضافه للورش الحمايه الاجتماعيه هناك منظومه الدعم الان يعني يتفق الجميع بانه بالصيغه الحاليه الخطاب تطرق الى 32 مليار درهم في ميزانيه المقاصه كانت قبلها اكثر او اقل ولكن ربما في النظام الحالي للدعم اكيد انه الكل يتفق بانه لا يؤدي الغايه المرجوه منه وبالتالي هذا السجل الاجتماعي الموحد هو الحل باش نعرفوا شكون بالضبط يعني الفئه المستهدفه التي تستحق الدعم. هو هذا السجل الاجتماعي ضروري ولكن لابد من القول الى اي حاجة. يعني لكي نوضح فقط لماذا هو ضروري. نحن نعلم بان الدوله كانت توجه ولا زالت عن طريق صندوق المقاصه بشكل جماعي توجه دعم للمواد الاساسيه والكل يعلم بأن هذه المواد يستفيد منها الجميع بدون شكل يعني بدون استثناء سواء اكانوا في الحاجه ام ليسوا في الحاجه اليها وهذا الامر يعني لا يتجاوز فقط مساعدة الجميع ولكن يؤثر على قدرات الدولة فيما يتعلق بالاستثمارات العمومية وهذه الاستثمارات يجب أن نؤكد وأن نحرص على أساس أنها هي التي من شأنها أن تخلق الثروة وهي التي من شأنها أن تجعل المغرب يتبوأ مكانة متميزة على المستوى العالمي وبالتالي السجل الاجتماعي اليوم هو ضروري لماذا؟ لأنه على الأقل سيخلص الدولة من هذا الدعم الذي يوزع بشكل يمكن أن نقول يؤدي في بعض الأحيان إلى الهدر عوض ان يصل الى الفئات التي المستهدفه منه والتي ربما قد يجعل فئات متعدده تغادر عزبه الفقر وتتحول يمكن ان نقول ان تلتحق بالفئات المتوسطه إن يعني بطبيعه الحال ان اضيفت الى ذلك مجهودات اخرى ومن ثم اليوم من الضروري اولا ان نعرف في المملكه المغربيه خاصه بعد كوفيد من هي هذه الفئات ومن هم هؤلاء الاشخاص بعينهم لكي نعرف اولا ما هو نوع الحاجة التي يحتاجون إليها وما هو نوع المساعدة المادية التي يجب أن تقدم إليهم الدولة اليوم أظن بأنه نحن منذ فترة الاستقلال إلى الآن لدينا طبقة متوسطة بطبيعة الحال يعني نوعا ما يجب المحافظة عليها ولكن في نفس الوقت يجب أن نحافظ وأن نجعل هذه الفئات التي تعاني من الهشاشة والتي أكدت تشخيص يعني بعد او خلال وباء كوفيد اكد الى اي حد ان هذه الفئات هي في حاجه الى الدوله وهذا من شانه بطبيعه الحال ان يقودنا الى تحول حقيقي ربما قد يخلصنا ايضا حتى من آه يعني ازمه الاقتصاد غير المهيكل الذي نعيشه منه، انها هذا السجل الاجتماعي يمكن ان نقول بانه سيخلق علاقه جديده تقوم على المواطنة بين المواطن والدولة ولن يستغل الفقراء في أي حملة من الحملات مستقبلا وهذا أمر ضروري وأمر حيوي ربما قد يقودنا إلى تحول حقيقي بالنسبة لمؤسسات نعم يعني مع <applause> يعني الأشياء الجوهرية فيه هو أنه مجموعة ديال البرامج الاجتماعية سبق لجلالة الملك أن تحدث حينما أطلق الجيل الثالث من المبادرة الوطنية تزامنا مع السجل الاجتماعي أن تحدث على قرابة مئات مشروع مطروحة في البلاد ولكن لغياب تلقائية ما كتكونش نفس النجاح أيضا من أجل إعادة هيكلة السياسات العمومية والسياسات الوطنية في المجال الاجتماعي أصبحت الأداة الأساسية اليوم هي السجل الوطني وأعتقد أنه كان المغرب دار واحد الجولة منها واحد الجولة كان أقام يعني قام فيها في الهند أعتقد وأيضا كانت واحد المجموعة ديال في إطار ما يسمى البنش كيقولوا لي اطلاع على التجارب اطلاع على الفضلى أعتقد أنه توفرت ما يكفي المعطيات ولكن ربما كان ما لا يكفي من الوقت والان اصبح ضروري اصبح الامر مستعجل. مستعجل من الاجتماع الى الاقتصادي الخطاب الملكي تطرق كذلك لصمود الاقتصاد الوطني تحقيق نتائج ايجابيه سنه 2021 كما اشرت الاستاذ القراقي في بدايه البرنامج ولكن كذلك الاشارات الصعوبات المرتبطه مثلا بالسنه الفلاحيه الصعبه المرتبطه بالسياق الدولي الصعب ولكن جلاله الملك طالب بالتركيز على نقاط قوتنا والاستفاده من 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 يعني الفرص التي توفر هذه التحولات وهذا ودعوات الحكومه والاوساط السياسيه والاقتصاديه تسهيل جلب الاستثمارات الاجنبيه. اهميه هذا الحديث بدا بك ونربطوه يعني بمصادقه المجلس الوزاري الاخير يعني في منتصف هذا الشهر على ميثاق الاستثمار للألف الان التشريعي فبالتالي دائما الربط ما بين الصعوبات والظرفيه الصعبه ولكن كذلك الفرص التي تتيحها مثل هذه الظرفيات. هو صحيح اشار اليه جلاله الملك فيما يتعلق ب يعني ازمه كوفيد والتي حولها المغرب الكثير في من المحطات التي شهدها العالم حولها الى يمكن ان نقول الى نقطه تحول يجعل منها قيمه مضافه على مستويات متعدده ويمكن ان نقول انه اليوم بالنسبه لبلادنا هي تتوفر على الكثير من الامور المتعلقه بتحفيز الاستثمار خاصه على المستوى العالمي نعلم بان المستثمرين يبحثون في اول الامر عن بيئه ملائمه تضمن لهم المحافظه على رؤوس اموالهم و تاكد اليوم على المستوى العالمي بان بلادنا هي من البلدان المؤهله لذلك المؤهله لذلك ومن البلدان التي يمكن بطبيعه الحال ان يعني نوعا ما ان تجلب اكبر عدد من الاستثمارات خاصه ونحن نعلم انه في السنوات الاخيره باتت تشكل بعض الاستثمارات العالميه خاصه فيما يتعلق بصناعه السيارات التي بطبيعه الكثير من الشركات باتت تقصد بلادنا باتت تحقق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني أحيانا تتجاوز ما يحققه الفوسفات وهذا تحول حقيقي فيما يتعلق بموارد الأساسية وفيما يتعلق بالاستثمارات إنما لا بد من القول أيضا بأن بنيتنا القانونية, القانونية وبنيتنا الإدارية كانت تشكل دائما عائقا أساسيا أمام مواجهة الاستثمارات ولعل ما يعني المصادقة على ميثاق الاستثمار في مجلس وزاري بمعنى أعلى مؤسسة في الدولة تتم المصادقة على هذا الميثاق هو أولا من أجل تشجيع المستثمرين ليس فقط المستثمرين العالميين ولكن ايضا المستثمرين الوطنيين وانطلاقه جديده نحو بناء الثروه في المغرب على الانتاج وعلى بطبيعه الحال الراسمال الوطني والراسمال العالمي، لابد من القول ايضا وهذا يجب ان نعرفه ان المغرب اليوم هو يعتبر من البلدان المستثمره ليس فقط على المستوى الوطني ولكن ايضا حتى على المستوى الدولي، والمغرب جعل من الاستثمار اليه اساسيه حتى مستوى علاقته الدوليه والكل يعلم انه في افريقيا الغربيه اليوم المغرب هو اكبر مستثمرين على هذا المستوى، لابد من القول ايضا وان يعرف الجميع هذا عندما نتحدث عن الاستثمار فنحن نتحدث عن بناء ثروه جديده ونتحدث عن خلق مستوى معيشه جيد ولهذا نحن اليوم في منعطف اساسي يجب ان ينخرط فيه الجميع اداره ومواطنين وقضاء والجميع يجب ان ننخرط في فلسفه تشجع المستثمر وتمنحه نوع من الامن والامان من اجل ان يطمئن بطبيعه الحال على راس ماله وان يشارك معنا في بناء هذا الغد الذي نتطلع اليه جميعا. هذا المناخ السليم للاستثمار ربما هناك اشاره في الخطاب الملكي لتحسين هذا المناخ عزيز الية التضامن والتصدي للمضاربات والتلاعب بالاسعار والتجاوز او الحد من العراقيل المقصوده لخدمه مصالح خاصه يجب يجب محاربه هذه هنا اشاره واضحه لمجموعه الاختلافات التي يجب محاربتها. <applause> هذا هو لان الخطاب الملكي السامي كان يمكن ان يسهب طويلا فيما يتحقق المغرب كمركز استقطاب وما فعلته الدوله وما فعلته الدبلوماسيه وما فعلته الحكمه الملكيه من ان تحول بلدنا الى قبله وما فعله يعني المغرب من اجل ضمان الاستقرار الذي هو الشرط الاساسي للراسمال والراسمال كما نعرف جبان ويخاف اي فترات واي نزله برد سواء استراتيجية او صحيه الى اخره لكن يعني جوهر الاشياء التي اراد جلاله الملك ان تصله هو ان هناك عراقل مقصوده وحينما نتكلم عن العراق المقصوده معنا انه مفكر فيها معنا مفكر فيها معنا انها مهيكله ولا اصحابها ولها حتى قوانين قوانينها وعندها يعني لوبياتها وتحالفاتها والتي تجعل بالفعل انها تعطل الانخراط العمومي وتعطي الشفافيه وتكون لها انعكاسات على سلبيه كثيره ليس فقط على الثروه وهذا هو جوار الاستثمار ولكن ايضا على الحياه المعيشيه للناس ونحن نشهد اليوم واحد النقاش كبير داخل جميع الاوساط الاقتصاديه ليس فقط المغربيه ولكن في عموم الدول ونحن معنيين به لا فيما يتعلق باسعار المحروقات ولا فيما يتعلق بأسعار الغداء ولا ايضا فيما يتعلق بالاستفاده ديال المشاريع التي قد تغير وجهتها ربما لحد الساعه لازلت يعني منسوب الاغراء بالنسبه للدوله من حيث يعني الاستقرار السياسي من حيث ايضا تقدم على خطى الديمقراطيه والديمقراطيه من حيث ايضا على مستوى استضافه المغرب ل يعني واحد المجموعه من يعني المحطات الاساسيه حتى اصبحت يعني مراكش والرباط ماركه دوليه اعلان الرباط فيما يتعلق بالشفافيه فيما يتعلق بالصناديق السياسيه السياديه عفوا هذه كل عناصر ايجابيه لكن في المقابل هناك ضروره لاصلاح هذا الجانب واعتقد ان هناك دعوه الى الاستثمار في الاصلاح وليس فقط استثمار الاصلاح لكن ايضا الاستثمار في الاصلاح ذاته من اجل ان تكون هناك مقاومه وهذه دعوه لأصحاب يعني اصحاب القرار الاداري وللقضاء وايضا للمجالس الـ او الـ 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 الاستثمارات الجهويه من اجل ان تذهب بعيدا فيما يتعلق بمواجهه هذه العراقيل المقصوده واعتقد كما يقال لا ايديت الامور اصبحت م. واضحه من اجل مقاومه هذه العراقيل. حتى يعني الوضعيه الاقتصاديه يعني فسر فيها ولي بنك المغرب السعودي في الجواري خلال التقرير الذي قدمه يعني. قدم سنويا امام جلاله الملك بعد ظهر اليوم عندك شي شي تعليق قصير 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 على هذا الصرامة في في التلاعب بالاسعار والمضاربات ولا في خلق بيئه غير ملائمه للاستثمار هو مما لا شك فيه ان هناك صعوبات كثيره كانت تحول بطبيعه الحال دون يعني دون السير في طريق الاستثمار بالشكل الذي يطمح اليه المغرب من بين هذه الصعوبات كانت هناك صعوبات اداريه معروفه والمغرب سعى الى خلق الشباك الوحيد الذي من اجل ان يشجع الاستثمار وخلق يعني المراكز الجهويه المست... للاستثمار ولكن ومع ذلك لا زلنا ندور في دائره مفرغه وتضع على اساس ان هناك عراقيل بنيويه توجد عندنا يعني تقلص من الاستثمار خاصه ونحن نوجد في فضاء متوسط فيه الكثير من اغراءات المستثمرين الفضاء المتوسطي هو مغري والكثير من الجيران بطبيعه الحال يقدمون او يسعون الى تقديم ما هو احسن لا على مستوى البنيه القانونيه لا على مستوى توفير العقار لا على مستويات متعدده اليوم في المغرب لابد من القول ولا بد من الاشاره الى هذا ان المغرب حتى على مستوى الوثائق التي تقدم بالنسبه للميزانيه يقدم العقار المؤهل للاستثمار بات الان معروفا ولكن لابد من القول بان الامر يتطلب يعني مجهودا على مستوى القيام لابد من ان نضع منظومه قيم متكامله تشجع المستثمرين وان ننظر الى المستثمر على اساس انه شخص يمكن ان يساهم معنا في خلق فرص للشغل ونحن في حاجه ماسه كما اشار الى ذلك والي بنك المغرب اليوم في تقريره، في حاجه ماسه الى خلق فرص كثيره للشغل، ولهذا اليوم يجب ان نقول بانه يجب ان نقوم بعمليه تخليق مناخ الاستثمار نحن في حاجة إلى هذا القوانين موجودة والميثاق موجود ولكن نحن في حاجة إلى تخليق أو خلق منظومة أخلاقية تصاحب الاستثمار وهذا الأمر يجب أيضا أن يشارك فيه المواطنون أولا وأن تشارك فيه المجالس المنتخبة بالأخص المجالس المنتخبة لأنه نحن نعول كثيرا على اساس ان يكون الاستثمار ايضا جهويا والكثير من الجهات في المملكه هي في حاجه الى الاستثمار سواء الوطني والدولي النقطه الرابعه التي تطرق الى خطاب العرش وهي علاقتنا مع الجاري الجزائر وهناك سجما ربما استمرار لسياسه ما سياسه اليد الممدوده نحو الجار الشرقي سواء في الشعب الجزائري او الرئاسه الجزائريه كما لو ان هناك يعني ثبات في في عقيده المغرب في هذا الاتجاه انه هدفه ومطمحه هو هو يعني الاخير هو اقامه الجسور وفتح الحدود واقامه علاقات طبيعيه بين الشعوب المغربيه هناك اراده واضحه اولا كما سميتها هو الثبات في المواقف يعني وفي العقيده المغاربيه لكن ايضا هناك اراده واضحه في تهدئه الاجواء لانه في المقابل هذه الاراده الملكيه الراسخه وقراءه ما يقع في المنطقه ويعني اجواء ديال الشحن واجواء ديال التوتير من اطراف عديده ليس فقط يعني من طرف واحد المغرب يريد ان يظهر بانه هو ثابت و يعني لا يريد ان يسب المستقبل ولا ايضا ان يفرط في الثوابت التاريخيه، في الواقع كان الخطاب في هذه النقطه مره ثانيه يعني لا اقول مفاجئا ولكن كان بيداغوجيا ايضا في التذكير بهذه الثوابت، وايضا في التذكير بان المغرب يميل الى الانفراج وان القوى التي تسعى الى اشعال نار الفتنه بين الشعبين تماما تمام. الى انفراج نحن نسعى الى انفراج وهم يسعون الى انفجار انها لن تجد مساعده من طرف المغرب وبالعكس ان تلك المقومات واعتقد مره ثانيه يحمل الرئاسه الجزائريه ضروره ان تلعب يعني دورها وخصوصا وان هناك تحركات يعني عربيه من اجل قمه عربيه في المستقبل، ايضا هناك تحركات من اجل تلطيف الاجواء، كانت هناك مجموعه من المواعيد للاسف يعني اخطا الاخرون، اعتقد ان هناك قاعده اخلاقيه وسياسيه تتحكم في السلوك الدبلوماسي في العلاقه مع الجزائر وهو انه يجب ان لا ندفع الاخرين الى اليأس منا، بالعكس كلما كانت هناك مناسبة لتجديد يعني التوابيت وأيضا تحيين هذه العقيدة المغاربة فالمغرب يعني رغم بعض الأحيان ضد كل أفق أفق انتظار كتجي هذه الدعوة يكون هذا الجديد أعتقد أنه التاريخ سيحتفظ بهذه الدعوة مرة أخرى كدعوات ونتمنى أنه بالفعل أنه يكون الطرف الآخر ناضج ليفهم معنى هذه في اطار التقلبات التي تعرفها شمال افريقيا وغرب المتوسط. نعم الخطاب الملكي يؤكد اولا على الموقف الاساسي الذي يشعر به كل المغاربه ازاء الشعب الجزائري واظن بانه من يعبر باسم المغاربه عن اي كراهيه عن اي حقد ضد الشعب الجزائري فهو اظن بانه هو بعيد من كل البعد عن شعور المغاربة وأظن هذا الخطاب هو عبر عن الموقف الذي يشعر به دائما المغاربة وتبنوه منذ دائما منذ التاريخ القديم دائما المغاربة كان دائما مع الشعب الجزائري وكان المغاربة يشعرون دائما بأنهم موحدين مع الجزائر لابد أن نستحضر في هذه اللحظة بالذات عندما جلاله الملك محمد الخامس ارادت ان تناقش معه فرنسا مساله الحدود المغربيه الجزائريه رفض رفض ذلك رفضا باتا على اساس ان فرنسا لم تكن هي التي من حقها ان تتحدث باسم الشعب الجزائري ولهذا الذي يعبر عنه المغرب من خلال خطاب جلاله الملك هو موقف سامي ينتصر للتاريخ وينتصر للروابط الاساسيه التي تجمعنا مع الشعب الجزائري، روابط الاخوه، روابط الصداقه، روابط الماضي المشترك، روابط الدفاع من اجل الحريه، وكل هذه الروابط لا يمكن اطلاقا لاي احد اقول او لاي نزوه من النزوات ان تمس بها. نحن الشعب المغربي والشعب الجزائري كانوا دائما يتشاركون في الاحزان، يتشاركون في الفرح، واظن بان هذا الامر سيبقى مستمرا، صحيح ان السياسه في الكثير من الاحيان قد تفهم الامور فهما خاطئا ولكن لحسن الحظ ان فهمها يكون دائما فهما مرحليا وليس ابديا لابد في يوم من الايام كما اكد على ذلك جلاله الملك ان تعود الامور الى مجراها الطبيعي بين الشعبين هي موجوده بين الشعبين ولكن ايضا لابد ان تفتح الحدود في يوم بلدي. من الايام بين البلدين نتمنى ذلك شكرا جزيلا لك استاذ عبد العزيز استاذ العلوم السياسيه نائب عميد كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه السويسيه بالرباط شكرا على لك. مشاركتنا وتوضيح كل هذه الامور. السي السياسي شكرا جزيلا شكرا لك. لك شكرا, شكرا لكم شكرا للطاقم الذي صاير على اعداد واخراج هذا اللقاء الخاص والمباشر شكرا لكم الى اللقاء شكرا للسجارة.